السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو إن شاء الله نحاول ندير لكم واحد سيري ديكزيرسيس بالنسبة لترون كوما سيانتيفيك في الدرس ديال الكلاسيفيكاسيون بيريوديك دي زيليمون شيميك. إذا هاد السلسلة راه فيها خمسة تمارين 5 ديكزيرسيس تقريبا، جمعت فيها كاع الأسئلة اللي ممكن يتحطوا لك مثلا في لي كونترول. إذا نبداو على بركة الله. هذا هو الموضوع ديال ليكزيرسيس نيميرو 1. إذا غنمشي لا كوريكسيون، غنمشي كيستيون باغ كيستيون. دونك عندي لو مانيزيوم اي دون لو نيميرو اتوميك ايتيغال ا 12، يعني ان المانيزيوم عنده النيميرو اتوميك ديالو كتساوي 12. ايكخيغ لا فورميل الكترونيك دو لاتوم دو مانيزيوم، كنقول لا فورميل الكترونيك يعني هي لا ستركتيك الكترونيك. اذا كنعمرو كا ال ام، كا كتهز لينا دوز الكترون، و ال كتهز لينا الماكسيموم 8 الكترون، و ام كتهز لينا 8 الكترون. دونك عندو هذا، اذا عندها بكا هي الاولى، بما ان زيد ايتيغال ا 12 يعني هو لو نومبر دي الكترون بحال. دونك غندير 2، ومن بعد غندوز ال ال الماكسيموم كتهز ليا 8 الكترون، ومن بعد شاطو ليا شحال شاطي 8 بليس 2 راه هي 10، وانا عندي 12. دونك انا بقاو ليا 2 الكترون غنديرهم هنا في هذه البلاصه. اذا ها حنا درنا لا ستركتور لا فورميل او بيان لا ستركتور الكترونيك. كاينه سا كوش اكستر، لا كوش اكستر هي الاخرى، دونك هي ام 2. اذا اخر طبقه هي هذه. سور كال لين دو طابلو ريدوي دو لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك سو تروف تيل، كنعرفوا لا طابلو بيريوديك كامل اللي فيه 118 اليمون، يعني 118 اليمون، ودرنا طابلو بيريوديك ريدوي راه كنا شرحناها في الدرس. بالنسبه للطابلو ريدوي كيكون فيه 18 اليمون. بالنسبه للطابلو، الطابلو فيه دوك اللي كيكونوا اوريزونتال يعني كيكونوا افق كيتسموا دي لين ولكن نسميوه بيريود، وبالنسبه اللي كيكونوا فيرتيكال يعني كيكونوا راسيه ولا عموديه دوك لي كولون، اذا كيتسموا دي كولون ولا كنسموهم دي جروب. دونك انا باش نعرف انا لا لين ديال واحد ليليمون، اذا غنشوف انا شحال لو نومبر دو كوش. دونك لو نومبر دو كوش غيعطيني لو نيميرو دو لا لين. دونك هنا لو نومبر دو كوش عندي انا 3 1 2 3. دونك في هذه الحاله غنقول على لا ثوازيام بيريود. Donc alors le magnésium appartient à la troisième période. Quand on a dit un RK L, donc il y a le nombre de couches, il y a 2, fait le hala appartient à la deuxième période. Au réel. Donc من بعد غنديروا اكال كولون دو طابلو ريدوي دو لا كلاسيفيكاسيون بيريوديك ابارتيان تيل. لي كولون هما اللي كيكونوا هابطين بحال هكا اللي كنا شفنا شرحناهم في الدرس. بالنسبه لي كولون شكون اللي كيعطيهم ليا؟ كيعطيهم ليا لو نومبر دي الكترون سيغ ساكوش اكسترن. دونك هنا لو نومبر دي الكترون مثلا شحال عندي هنا 2 الكترون، دونك في هذه الحاله راه غيكون لا كولون 2 ou bien le groupe 2. Donc fait là on a 2 électrons sur sa couche externe. Donc fait là il compte le magnésium appartient à la deuxième colonne. Donc l'adresse qui compte la couche externe ou le nom le numéro de la colonne ou bien du période. Nous avons la deuxième question. Le beryllium Be est un élément chimique placé juste au-dessus de magnésium dans le tableau de classification périodique. Yani un élément beryllium, je nous dis qu'il est donc juste, yani qui compte tableau périodique dans le tableau de classification périodique. On déduit la formule électronique de l'atome de beryllium et le nombre atomique de cet atome. On a qu'à faire quelque chose. بان لي زيليمون اللي كينتميو لا ميم بيريود راهم كيكون عندهم ميم نومبر ديليكترون في لاكوش اكسترن، ولكن حنا كنعرفوا بان البيريليوم شنو عنده؟ عنده كي جا فوقو. اذا لجا فوقو هو كينتمي المانيزيوم كينتمي لا ثوازيام بيريود، يعني الاخر جا فوقو اذا غيكون عينتمي لا دوزيام بيريود. يعني الا كان لا دوزيام بيريود غيكون عنده كا و ال فقط، ولكن بما انه كينتمي لا ميم كولون خص يكون عنده ميم نومبر ديليكترون في لاكوش اكسترن. يعني هذاك عنده 2 طلع خص يكون 2، يعني ال هنا خصها تكون عندي 2 الكترون. اذا هادشي علاش دابا عندي لي زيليمون دو بيريوم اي سيتيو او دوسيو دو لا دو ليمون دو مانيزيوم، اي دونك عندهم لو ميم نومبر ديليكترون سيغ لور كوش اكسترن، يعني الكوش اكسترن ديالهم غيكون نفس العدد. اي لو بيريليوم ابارتيان لا دوزيام بيريود، علاش؟ لانه جا فوقو، التحتينيو المانيزيوم عنده ثوازيام بيريود، هو جا فوقو دونك طبعا غيكون لا دوزيام بيريود، غيكون عنده كا و ال، دونك دو طابلو دو كلاسيفيكاسيون. دونك غنعمر انا كا بطبيعه الحال غندير فيها
دو غنعمر دو وبالنسبه لال الاخر عنده دو دونك الاخر تو خصني ندير دو خص يكون عندهم ميم نومبر ديليكترون في لاكوش اكسترن ديالهم بجوج دونك هذه هي لا كونفيغوراسيون الكترونيك Un atome de beryllium a un nombre de masses A est égal à 9. Combien comporte-t-elle de protons, de neutrons et d'électrons? Nous connaissons le nombre de protons, le nombre d'électrons. Donc, le nombre d'électrons est 4, yani Z est 4. Donc, le nombre de protons, nous allons mettre 2 plus 2 est égal à 4. Donc, est égal à 4. Donc, Z est égal à 4. Yani. دونك عندي دابا النومبر دو نوترون عندنا واحد العلاقه فايتني درنا في واحد الدرس ديال لاطوم بان ا ايتيغال ان نومبر دو نوترون بلس نومبر دو بروتون دونك ا ايتيغال ان نومبر دو نوترون يساوي ا موان زد دونك ا شحال كتساوي 9 دونك غندير هنا 9 دونك هنا غندير انا 9 موان زد زد شحال كتساوي 4 دونك غندير انا 4 دونك شحال كتساوي هنا كتساوي 5 دابا النومبر ديالكترون لو نومبر ديالكترون هو لو نومبر دو بروتون راه بحال بحال دونك هنا غتكون عندي 4 الكترون دابا ندوز ليكزارسيس نيميرو 2 هادو هما المعطيات اللي هما هادو اذا مخالف على الاول دونك غنمشي دابا ليكزارسيس الاول دونك عندي سوا ان اليمون اكس ما كنعرفوش انكوني دونك مجهول بالنسبه لينا لو نيميرو عندو نيميرو ايكال زد ايكال 18 ايتابليغ لا ستركتور الكترونيك دو لاتوم كوريسبوندون دونك عندنا نعمر بلا حيت زد ايكال 18 يعني عندها 18 الكترون دونك حنا كنعمر اول حاجه ب 4 كتهز لنا 2 الكترون كما العاده دونك من بعد عندي انا ال عتهز ليا 8 الكترون دونك عندي 8 بليس دو راه 10 دونك انا عندي 18 يعني لا كوش الاخرى خص يكون عندها 8 باش نجمعهم تلقى عندي 18 اون ديدوير لا بيريود اي لا كولون دو لا كلاسيفيكاسيون ريدوي او كيل ابارتيان اكس دونك قلنا لا بيريود من كيعطي شكون اللي كيعطينا بيريود لو نومبر دو كوش دونك شحال عندي من كوش النومبر دو كوش عندي هنايا عندي هنا في هذه الحاله عندي 1 2 3 دونك عندي 3 دونك لو نومبر دو كوش هو 3 ك ال دونك في هذه الحاله لا بيريود تاع ثوازيام بيريود دونك غيكون عندي لا ثوازيام بيريود او بيان نكتبها بهذه الطريقه اولا بهذه الطريقه بالنسبه لا كولون لا كولون هو العدد ديال لي زيلكترون في لاكوش اكسترن شحال عدد هذه لاكوش اكسترن هي اللي هي هذه شحال عدد 8 دونك غيكون لا كولون 8 Donc, fait la nombre 8 électrons sur sa couche. Donc, fait la l'élément X appartient à la 8e colonne. Ou le dire 8, Bhaka, ou dire M. 3.1. Quel est le nom de la famille auquel appartiennent ces éléments chimiques identifiés sans symbole? On a connu les principaux familles. On a connu les alcalins, les alcalines terreaux, les halogènes, ou les gaz rares, ou bien les gaz nobles. Donc, on a fait le hal, on a fait le hal. Donc, on a fait le hal. On a fait le hal. On a fait la famille. On a fait le hal. On a fait la période. On a fait la ligne. Donc, on a fait la table. Période, on a fait le hal. Donc, on a fait le hal. 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 يكون 2 دونك هي وكيكون عندي هنايا شحال من كولون كيكون عندي 8 اذا نعتقد عندي خص يكون عندي 8 هنايا دونك هي لي باب كنو فن نام قال سيبس كلار اذا هكا خصك تكون حافظو سيبس كلار وكتخصك تعرف بان 1 2 3 4 الترتيب بحال هكا دونك غنصوب الجدول ديالي بحال هاد الطريقه ونعاود نرجع معاك داكشي اذا هادو هذا كيتسمى جروب 1 يعني هذا هو لا كولون غروب 2 غروب 3 علاش درنا هنا 3 حنا غنشرح لك دابا علاش 5 دونك عندي 5 6 7 عندي 8 عندي 8 كولون كيكون عندي بحال هكا ولكن في الاخر اللي كيكون كامل كيكون في 18 كولون دونك في هذه الحاله كاين لو نو دونك هذا في كيتنتمي هذا كينتمي على شنو على ثوازيام بيريود لا ثوازيام بيريود هو هذا اللي عندي هنايا وعندو لا 8 كولون دونك هو هذا دونك غيكون هو لارغون اولا ممكن ندير غير زاد نحسبها لي زيلكترون دونك انا عندي هنا شحال من الكترون 18 زاد دونك اللي عنده 18 هو غيكون هو لارغون دونك هذا هو هذا كيتسمى لارغون بالنسبه لهاد المجموعه كتسمى لي غاز غا ولا كيتسموا لي غاز نوبل بحال بحال اذا هادو لي غاز غا هادو كيتسموا لي زالوجين هاد الكولون غير حيد منهم غير الهيدروجين هنا هادو كينتموا واحد المجموعه سميتها لي زالكالان وهادو كيتسموا لي زالكالينو تيغو راه كنا درناهم في الدرس اذا خصك تكون حافظ الجدول دونك لا
إذا دابا لا دوزيام دونك لا دوزيام كيسيون دونك هنا لا كوش اكس الكترونيك اكسترن دان اتوم اي لا كوش ال دونك هنا يعني الطبقة الخارجية ديالو هي ال يعني راه كاينة كا عمرنا في تنا عمرنا كا دونك ال كومبورت سات الكترون يعني ال راه فيها سات الكترون دونك ال ligne et quelle colonne de classification périodique réduit ce situé l'élément chimique correspondant. Donc, on a la ligne. باش نعرف la ligne, خصني نعرف le nombre de couches. Donc, طبيعة الحال انا راه كان عندي L راه بحال عمرتك يعني دو كوش. Donc, L راه بطبيعة الحال عطاتيني la deuxième ligne. Donc, la deuxième ligne ou bien la deuxième période. Cet électron, le nombre d'électrons est égal au nombre le numéro de la colonne. Donc, le raqm de la colonne. Donc, n a 17 électrons. Donc, sur sa couche externe. Donc, fait la septième colonne. Donc, l'élément chimique appartient à la septième colonne. Donner son numéro atomique, atomique. Donc, on a les électrons. Donc, on a la configuration électronique. Donc, on dit 2. Mais bad L, on a 7 électrons. Donc, on fait 7 électrons. Donc, le nombre d'électrons ou le nombre de Z, ou le nombre de protons. Donc, fait on dit Z est égal à quoi? À 2 plus 7. Donc, 2 plus 7, c'est 9. Donc, 3, 2, ces deux éléments appartiennent à la même famille, nommée cette famille. Alors, la première chose, nous voyons juste l'équipement de ce que je vais dire. Donc, je vais dire un tableau périodique. Donc, on dit, donc, on dit, ah, les bébés مهم نام قال سيبسكلار دونك هكا اللي درت دونك كندير هنا واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة بالترتيب هكا كرتبو على شكل زاد لاحظ معايا تسعود فينا بلاصة جاد يعني عندي لفليور عندي لوكلور دونك أنا لي زيليمون دونك غنصاوب الطابلو بحال هكا كما العادة باش تحفظو مزيان دونك هادو كيتسماو لي غروب دونك 1 2 3 4 5 دونك هنا حتى 8 دونك عندي 8 دونك هاد لي زيليمون عندي أنا عندي طبيعة الحال هاد المجموعة راه كتسمى لي زالوجين دونك هنايا دو زيليمون ابارتون على ميم فامي سون عندي لو فليور هو هادو وعندي لو كلور دونك اف ولو كلور هو سي ال اذا هاد المجموعة كتسمى مجموعة ديال لي زالوجين دونك لا فامي ابولي لا فامي دي زالوجين وهادي كتسمى لي غاز غار وهادي كتسمى لي زالكالا وهادي لي زالكالينو تيرون وممكن نستعمل انه كينتمي ممكن نستعمل هادي باش نلقى انا هادي لان F مثلا F اللي لقيناه كينتمي لا دوزيام بيريود اللي حنا شلنا والى سيتيام كولون دونك هنا سيتيام كولون اللي حنا لقينا هنايا واحد معايا سيتيام كولون الى دوزيام لين اذا ممكن نستعملوا الطريقه اذا ندوزو دابا ليكزارسيس نيميرو 3 لا كوش الكترونيك اكستير دان اتوم اي لا كوش ام اذا تقريبا كيشبه عليه دونك هنا هي ام دونك هنا الكومبورت ان الكترون Yeah. Donc, dans quelle ligne et quelle colonne de classification périodique se situent les éléments chimiques correspondants? Donc, la ligne, ça n'a pas le nombre de couches. Donc, maintenant, K, katatini, la période 1, L, katatini, la période 2, M, katatini, la période 3. Donc, fait, là, on dit N, la couche M, donc la appartient à la troisième ligne, yani, la ligne ou la période. Donc, la troisième ligne. Le groupe, yani, le nombre d'électrons. Bima, on a le nombre d'électrons sur sa couche externe ou 1. Donc, fait, là, la première colonne, la première groupe. Donc, le premier groupe. On a un électron sur sa couche externe. Donc, fait, le nombre d'électrons ou le numéro du groupe ou le numéro de la colonne. Donc, fait, l'élément chimique appartient à le premier groupe. Donc, on a donné son numéro atomique et l'identifier. Donc, on a la couche M. راه فيها ان الكترون دونك راني عمرت كا درت فيها جوج وعمرت ال درت فيها ام لان لا ماكسيم كتزوين من بعد غندير انا ام وغندير فيها ان الكترون بحال هكا دونك النيمور اتوميك غندير زاد اي تيغال غندير جمع لي زالكترون دونك 2 بلس 8 بلس 1 ها 1 في نهايه دونك نمشي نجمع هنا هادشي غنلقاوها شحال تساوي 11 دونك هنايا 11 دونك زاد اي تيغال 11
ايدونتيفي غاتمشي دير نفس الطريقه الطاوله بيغ دونك زد ايتيغال 11 ممكن تستعمل لا كونفيغوراسيون ممكن دير لا بيريود اللي كينتمي ليه ولا لي تقدر تلقاه دونك انا ندير نفس الطريقه هي لي بكنوفن نام قال سيبس كلار نام قال سيبس كلار وكنصوب انا الطابلو كما العاده نفس الطريقه اذا دونك هنا في هذه الحاله لي نيمو اللي عنده 11 بطبيعه الحال غيكون هو هو الصوديوم ان ا دونك حيت عندي انا 11 11 دونك عندي زد ايتيغال 11 دونك في هذه الحاله هو الصوديوم ان ا دونك كاين ليون مونو اتوميك سيت اتوم ايتيل سوكسيس سيبتيبل دو دوني جيستيفي يعني اشنو هو ليون اللي ممكن يتولد على هذا على هذا الاتوم ان ا دابا حنا غنطبقوا دابا اما لا ريغل دوكتي او بلا لا ريغل دوجيه دونك في هذه الحاله فلاكوش اكسترن عنده هنايا ان الكترون هو هذا اللي هنا قلنا حنا فايتنا من بعد نقولها لك دابا حيت شرحنا في الدرس شي حاجه دونك انا بما انا نطبق قاعده لا ريغل دو دي دونك في هذه الحاله هنايا في هذه الحاله هذا باش يستقر دونك يقلب على ستابيليتي ديالو خص يفقد ان الكترون وعيولي بحال النيو حيت هادو كيكونوا ستابل كيكونوا ستابل دونك هنا في هذه الحاله سولون سا ستابيليتي دونك ان ا يتحول ان ا دونك الا فقد ان الكترون عيولي ايون بوزيتيف دونك عيولي كاتيون دونك غنديرو ان ا بليس حنا فايت كنا شرحنا في الدرس بان هادو اللي كيكونوا في هذا الجدول كلهم غيكون عندهم بليس مثلا ان ا بليس ال اي بليس اش بليس بالنسبه لهادو دو غيفقدوا دوز الكترون بي او دو بليس ام جي دو بليس ولكن هادو اللي هنا غيكتسبوا تولي اف موا سي ال موا هادو غيكون عندو او دو موا اس دو موا اذا راه فايتنا شرحنا في الدرس ست انيليمو غير واحد الانيليمو ابارتيون على فامي نومي ست فامي دونك هنا بطبيعه الحال السميه ديال هاد لافامي هي كتسمى لي زالكانا وواحد لي زاليمون كينتميون طبعا بما انك رسمتي الجدول حافظو كترسمو دونك غندير ال اي اش ما كينتميش لهاد المجموعه لانه حاله استثنائيه من هادو دونك هنايا عندي انا الليثيوم ال اي اذا الليثيوم ال اي سميت هاد المجموعه يعني هاد لافامي راه هي 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 لافامي دي زالكانا سانكيام كومباري لي بروبريتي شيميك دو سي زاليمون واخا رجع لك دابا هنا حنا قرينا في الدرس بان لي زاليمون اللي كينتموا نفس المجموعه راه عندهم ميم بروبريتي عندهم ميم بروبريتي بحال بحال كيفقدوا نفس العدد ديال لي زالكترون ولا كيتساووا نفس العدد ديال الالكترون اذا عندهم ميم بروبريتي دونك هادو كينت عندهم ميم بروبريتي هادو عندهم ميم بروبريتي بحال بحال حيت لاكوش اكسترا كيكون عندهم نفس العدد بويسكو لي زاليمون ابارتيان على ميم فامي دونك ايزون ميم بروبريتي اذا كومبار لي بروبريتي هي انه كيكون عندهم نفس الخصائص الكيميائيه ندوز على ليكزيرسيس نيميرو 4 ان اليمون اكس سو تروف دون لا ترويزيام بيريود اي 4 كولون دون لو طابلو بيريوديك سامبليفي يعني ريدوي 18 اليمون اون ديدوير لا ستركتور الكترونيك دونك اون ديدوير لا ستركتور الكترونيك دو لاتوم دي اليمون اكس دونك بما انه كينتمي على ترويزيام بيريود ياك دونك في هذه الحاله شحال عندو يكون عندو كوش غيكون عندو 3 كوش دونك غتكون عندو ك و ال و ام دونك غيكون عندو ك ال ام بما انه كينتمي على 4ام على 4ام على 4ام كولون بطبيعه الحال في لاكوش اكسترن ديالو غيكون عندو 4 الكترون يعني هنا ام غتكون 4 الكترون دونك في هذه الحاله 4 كولون يعني دون 4 الكترون سيغ سا كوش اكسترن اذا نمشي تجمعت انا هادو كامل غنعمر ك ب 2 و ال غنعمرها ب 8 وغندير 4 الكترون في لاكوش ام دونك غندير هنا 4 الكترون هاني درت لا ستركتور الكترونيك ديدوير لو نيميرو اتوميك دو سيت اليمون انسي كو سون سامبول واخا نشوفو دابا لو نيميرو اتوميك لو نيميرو اتوميك غنجمع هادو حيت لو نومبر دي الكترون ولي نيميرو اتوميك دونك غندير زد ايتيغال ا 2 بليس 8 بليس 4 دونك 2 بليس 8 بليس 4 الا مشينا جمعنا هادو بطبيعه الحال عطينا 14 دونك 14 باش تعرف حتى شكون لو سامبول ديالو غتكون حافظ الجدول دونك خاصك تمشي دير نام قال دون هي هي اللي بكنوفن نام قال سيبس كلار وترتبهم على حساب زاد وتقلب على 14 ولا ممكن تستعمل هذه تخوازيام بيريود كاتريام كولون تقدر تلقاها دونك انا غنديرو هنايا دونك عندها هي هي اللي بكنوفن نام قال سيبس كلار سيبس كلار دونك انا غنمثل دابا ندير الرسم ديالي دونك انا في هذه الحاله بطبيعه الحال هذه الجروب 1 جروب 2 جروب 3 انا نستعملهم دابا دونك بطبيعه الحال الا بنستعمل الاولى اللي قلنا كينتمي لا 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 4ام بيريود دونك هنايا نرجعوا للمعطيات دونك انا كينتمي لا 4ام بيريود لا 4ام كولون ولا 3ام بيريود 4ام كولون ولا 3ام بيريود دونك انا
كاين تامي. دونك هنا لا كاتريام كولون اي لا دوزيام او لا تخوازيام بيريود هو هذا، دونك غيكون هو اس اي. ولا ممكن نقلب بما ان زيد لقيت 14 ممكن نستعمل انا هذه زيد 14 ونلقى هو لو سامبو دو ليمون هو اس اي. ليكزارسيس نيميرو 5 هو الاخير، انا طوم ابو كونفيغوراسيون الكترونيك هاي هي هذه. دونك دوني لو نيميرو اتوميك زيد دو سيت اتوم باش نلقاو نيميرو اتوميك زيد. دونك نجمع هادو كما العاده 5 زائد 2 راه هي 7، اذا زيد ايتيغال ا 2 بلس 5. دونك عطاتيني هنايا 7 الكترون. À l'aide de la classification périodique des éléments donnés, la ligne et la colonne donc, dans lesquelles se trouvent ces éléments, cet élément. Donc, fait là, donc le nombre de couches qui a donné le numéro de période, yani le numéro de la ligne. Donc, fait là, yani il y a une deuxième ligne, il y a deux couches. Ou il y a le nombre d'électrons 5, donc il y a la cinquième colonne. Donc, fait là, 5 électrons sur sa couche externe, donc il y a la cinquième colonne. Donc la troisième, à l'aide de classification périodique, donner le nom et le symbole de cet atome. Donc on a un dire stareka, tableau périodique ou aide. Amchi on a un dire ana, on قلب ده. Donc alors j'ai ana le montant, on dit ana. نقدر نستعمل زد إتجاه سات ونقلب عليه. أو ندير ana deuxième ligne ou cinquième colonne. Deuxième ligne, ou deuxième ligne ou cinquième colonne ou aide. Donc il est قطعنا. Donc il يكون هو n هو l'azote n. أو ندير زد إتجاه a 7 ولقى هو l'azote. Donc fait حاله. Donc le nom et le symbole d'élément qui appartient à la deuxième ligne et la cinquième colonne. Donc c'est le l'azote n. اذا لاحظ معايا خصك تكون ضروري ضابط هذاك الجدول، الجدول الدوري ضروري خصك تكون ضابطو، حافظو مزيان كيفاش تحطو الى غير ذلك. اذا كنتمنى تكونوا استفدتوا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.